طبعا مشروع العمل الجديد موجود في مجلس النواب، انا عارف النقاط. ويعني احنا واخدين وعد طبعا بعد توجيه السيد رئيس الجمهوريه في احتفال عيد العمال ان يعني احنا محتاجين انه يبقى يخرج للنور. ان المجلس الموقر هيبتدي مناقشته في الجلسات العامه ان شاء الله. مساله ان احنا كيفيه ان احنا نضمن ان حقوق العمال في هذا المشروع، يمكن يا استاذ مصطفى احنا حاولنا بقدر الامكان ان احنا من خلال مشروع العمل الجديد، قانون العمل الجديد، ان احنا نحدث طفرة في العلاقة بين طرفي العملية الانتاجية. طبعا احنا دلوقتي بقينا بنشتغل على الثلاثية العمل اللي فيها اصحاب الاعمال والعمال والحكومة معاهم في نفس هذا المثلث. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل نوع من انواع التوافق. هو التوافق دي الفكرة الرئيسية ليها ايه؟ هو احداث نوع من انواع الاستقرار. احنا محتاجين مناخ الانتاج او المجتمع الانتاجي يكون عنده نوع من انواع الاستقرار. ليه عايزينه مستقر؟ عشان كل ما بيكون مستقر كل ده ما بيدفع عجلة الانتاج للامام ويزيد الانتاج ان كان كما او كيفا. وده اللي احنا حريصين عليه. طب ده لو احنا رجعنا بظهرنا لورا شوية هنلاقي ان ده صعب شوية، لكن احنا الحمد لله الثلاث قوانين اللي احنا خرجناهم من الوزارة كانت الثلاثية هي اللي بتخرجهم، كان اصحاب الاعمال موجودين والعمال موجودين، وكانت الحكومة قاعدة معاهم على نفس الترابيزة. وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا ناخد تفاصيل المواد اللي بنحطها في هذه المشاريع من الطرفين. ليه من الطرفين؟ لأن كل هذه القوانين هي المقصود بيها هو المجتمع العمالي اللي موجود في المناخ الإنتاجي، فده لازم يكون هما الاتنين عندهم توافق على هذه المواد. وبفضل الله احنا طلعنا الثلاث قوانين بدون تصويت على مادة واحدة منهم. ويمكن اللي حضرتك تستغرب له ان اصحاب الاعمال في هذه الاجتماعات وضعوا الكثير من المواد التي تعطي حقوقا للعمال. فاحنا هنا ده اللي احنا بنحاول، ويمكن انا قلت في كلمتي في عيد العمال ان احنا محتاجين ان يكون هناك توازن بين الطرفين في الحقوق والالتزامات. يعني كل واحد فيهم لازم يكون فيه مرحلة توازن بينهم وبين بعض. ده بالتأكيد لما يزود عندي الانتاج كما وكيفا هيعود على الطرفين، هيعود على صاحب العمل النهاردة بزيادة في الإيرادات وزيادة في الربحية، وأيضا لازم هيعود على العامل، لأن كل ما شركتي أو مصنعي بيحقق ربحية وإيرادات أكثر بالتأكيد لازم هيعود على العامل. عشان احنا عايزين ننتقل لمرحلة أخرى بعد قانون العمل، يمكن احنا محتاجين ان احنا نتكلم ونتحاور مع القطاع الخاص بشكل مفتوح شوية. ما اقدرش افرض النهاردة على القطاع الخاص اجر معين او حد معين للاجر، لكن اقدر اتفاوض معاه، اقدر اقعد معاه على ترابيزة ونفتح. وفعلا احنا قعدنا في اتحاد المستثمرين وانا سمعت كلام رائع جوه اتحاد المستثمرين على هذا الامر. يعني في اراء جيدة، في اراء تانية غير جيدة، بس خلينا نقرب كلنا المسافات الى ان نصل الى حلول لهذا المجتمع. لان احنا محتاجين ان زي ما النهاردة انا بدور على حق العامل، زي ما لازم ادور ايضا على الحقوق الخاصة بصاحب العمل.